ولو بلازم ان الفروج على ولاة الامور يكون بالسيف، بل الكلام اللي يتكلمون ولاة الامور ويسبونهم هذا خروج عليهم، لان هذا يسبب بالنهاية يسبب الثورة ويسبب شق عصا الطاعة. الشر أوله كلام، فلا يجوز هذه الأمور، ما تجوز أبدا، لأنها تسبب شرورا على المسلمين. فيجب الفقه في هذا الأمر، تفقه في هذا الباب، لأنه باب عظيم. فالمسلمون اليوم بحاجة إلى دراسة هذه المسألة، مسألة الإمامة وأحكام الإمامة وما يلزم من طاعة ولاة الأمر وما يترتب على مخالفتهم والخروج عليهم من الشرور. لا يجوز هذه الأمور، ولا يقرها الإسلام، ولا يقرها دين ولا عقل. نعم. وأعلم ما هو بحاصل لنا مثل أبي بكر ولا عمر، ما هو بحاصل لنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولما سئل عن الذين عن الولاة اللي يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولما ذكر ما يحصل من الأئمة من الأشياء التي ينكرونها عليهم، سألوه ماذا يعملون معهم، قال: اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، فما دام الأمر دون الكفر. وله يعني التكفير اليوم سهل على ألسنة كثير من الجهال، الكفر الصحيح الثابت المتيقن، هو الكفر المظنون أو الكفر اللي يصدر من بعض، التكفير اللي يصدر من بعض الناس بدون علم وبدون فقه. لا، هذا ما هو التكفير، تكفير الصريح الذي لا لبس فيه وعليه برهان من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا عندكم عليه من الله برهان. فالأمر مهم جدا، خصوصا في هذا الزمان اللي حصل فيه ما حصل من مذهب الخوارج، وحصل فيه ما حصل من الكلام السيء في حق ولاة أمور المسلمين وذكر معايبهم في المجالس وعلى المنابر. هذا فعل الخوارج، هذا يؤول في النهاية إلى القتال، لأن الشر أوله كلام ثم يتطور إلى أن يكون سلاح. يجب على طلبة العلم وعلى أهل الخير وعلى أن يعرفوا هذا الأمر وأن ينشروه في الناس وأن يحذروا من هؤلاء المبادرات، هؤلاء الجهلة أو الذين لهم أغراض يريدون أن يشقوا عصا الطاعة وأن يفرقوا كلمة المسلمين، إما أنهم جهال وإما أنهم لهم غرض سيء. ولو بلازم ان الخروج على ولاة الامور يكون بالسيف، بل الكلام اللي يتكلمون ولاة الامور ويسبونهم هذا خروج عليهم، لان هذا يسبب بالنهاية يسبب الثورة ويسبب شق عصا الطاعة. الشر أوله كلام، فلا يجوز هذه الامور، ما تجوز أبدا، لأنها تسبب شرورا على
على المسلمين. فيجب الفقه في هذا الأمر، تفقه في هذا الباب، لأنه باب عظيم. فالمسلمون اليوم بحاجة إلى دراسة هذه المسألة، مسألة الإمامة وأحكام الإمامة وما يلزم من طاعة ولاة الأمر وما يترتب على مخالفتهم والخروج عليهم من الشرور. لا يجوز هذه الأمور، ولا يقرها الإسلام، ولا يقرها دين ولا عقل. نعم. وأعلم بأنه ما هو بحاصل لنا مثل أبي بكر ولا عمر، ما هو بحاصل لنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولما سئل عن الذين عن الولاة اللي يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولما ذكر ما يحصل من الأئمة من الأشياء التي ينكرونها عليهم، سألوه ماذا يعملون معهم، قال: اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. فما دام الأمر دون الكفر، وله يعني التكفير اليوم سهل على ألسنة كثير من الجهال، الكفر الصحيح الثابت المتيقن، هو الكفر المظنون أو الكفر اللي يصدر من بعض، التكفير اللي يصدر من بعض الناس بدون علم وبدون فقه. لا، هذا ما هو التكفير، تكفير الصريح الذي لا لبس فيه وعليه برهان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا عندكم عليه من الله برهان، عليه من الله برهان. فالأمر مهم جدا، خصوصا في هذا الزمان اللي حصل فيه ما حصل من مذهب الخوارج، وحصل فيه ما حصل من كلام السيء في حق ولاة أمور المسلمين، وذكر معايبهم في المجالس وعلى المنابر. هذا فعل الخوارج، هذا يؤول في النهاية إلى القتال، لأن الشر أوله كلام ثم يتطور إلى أن يكون سلاح. يجب على طلبة العلم وعلى أهل الخير وعلى أن يعرفوا هذا الأمر وأن ينشروه في الناس، وأن يحذروا من هؤلاء المبادرات، هؤلاء الجهلة أو الذين لهم أغراض يريدون أن يشقوا عصى الطاعة وأن يفرقوا كلمة المسلمين، إما أنهم جهال وإما أنهم لهم غرض سيء. يجب الحذر منهم.